متهيألي اللعيبه هيعملوا كده، لان مش بس رد الجميل لكابتن سامي، رد الجميل هنا للجماهير. يعني راح بالظبط مننا قبل كده في ظروف غامضه زي ما كنا بنتكلم، او خارج عن ارادتنا، او مش هنتكلم في اللي فات، بس انت عايز تستعيد اللقب بتاعك. انت لعبت لحد دلوقتي 17 مباراه معاك 40 نقطه، الزمالك 20 معاه 44 نقطه، انت عندك لسه مؤجلات، لسه الفرصه موجوده، انت مركز ثالث، الزمالك مركز اول، بس لسه في كتير الاهلي يقدمه. بالظبط. طمنا يا استاذ سامي. لا ان شاء الله نطمن وجماهير الاهلي تفرح النهارده بفوز كويس، لان طبعا يعني المسؤوليه بكررها مسؤوليه لاعبين في الملعب اكثر من مسؤوليه كابتن سامي قمصان نفسه. أيوه. الراجل تحمل المسؤوليه في ظروف صعبه جدا ومتحدي لانه ابن الاهلي، فلازم اللعيبه كمان تعبر عن انتمائها لهذا الكيان، فيكونوا في الملعب رجال وفاهمين مهمتهم وطموحات الجماهير في استعادة بطولة الدوري. عايز اقول ان المباراه دي انا يعني بوصفها ان هي بست نقاط مش ثلاث نقاط. يعني انت فوز هتاخد ثلاث نقاط وتعطل المنافس بتاعك عن ثلاث نقاط اخرى، فبالتالي هي حسابيا مباراه فيصليه في سباق الدوري هذا الموسم. ولازم مش هقول لازم اللعيبه تكون فاهمه كده، اكيد هم فاهمين كده، اكيد هو وكابتن سامي وصان اكيد ما وصل لهم هذه الرساله عشان يعني الفرقه ما تتعطلش اكثر مما تعطلت في السابق. اربع تعادلات ما كانش ليهم داعي ابدا، فبغض النظر عن هزيمه واحده. تحس كابتن سامي جواه كلام عايز يقوله كده في النص، بس قال لك خلاص ماشي يا كابتن سامي انا فاهماك. لا ما احنا لازم نحط ايدينا على كل حاجه. ايوه لا صح صح مش غلط نفهم، يعني مش هنقول نفهمهم، هم فاهمين ولا بس نصحيهم شويه ونصحصحهم شويه، لان التحديات كبيره. ويعني بقول مباراه بست نقاط مش ممكن افوتها خالص باي حال من الاحوال، ولازم اسعى لان الفوز النهارده واركب عليه انتصارات جايه. عندي ثلاث مباريات مؤجله تسع نقاط غير الماتش النهارده، فيعني هتفرق كتير. يعني الفوز النهارده هيبني عليه حاله نفسيه احسن كتير مما كان في السابق اكيد، وبالتالي انا بشوف ان يعني احنا فرقه الاهلي النهارده لازم تعبر هذا النفق او المعبر اللي هيوصلها لبطوله الدوري. انا شخصيا متفائل.